بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ مرحبا بكم في هذا الاكزرسيس اللي كيهم المستويات الثلاثه ديال الاولى والثانيه والثالثه اعدادي. اليوم غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا عمليه الضرب، يعني بالضبط كيفاش كنختزلوا كومون سامبليفي هاد لي زوبيراسيون اللي كتشوفهم هنايا. نشوفوا الاولى 6 سور موان 11 فوا 66 سور 18 ايغال عندي هنايا 6 على ناقص 11 مضروبه 66 على 18. اذا هنا ديما كنركز جدول الضرب خصك تكون حافظه، الا ما كنتش حافظ جدول الضرب راه غادي نلقى مشكل. الله يخليكم رجعوا وحفظوا جدول الضرب. علاش؟ حيت ملي كنشوف 66 كتضرب في بالي راه هي 6 في 11، ملي كنشوف 18 اش كنقول؟ كنشوف 18 وكنقول 6. الا حافظ جدول الضرب غنقول 18 هي 6 في 3. اذا في هذه الحاله غادي القضيه سهله. اذا غادي نكتب تساوي هاد 6 غنخليها بحال هكذايا، اذا هي 6 على ناقص 11 مضروبه هاد 66 غادي نكتبها هي 11 في 6 ياك، و 18 غنكتبها هي 6 في 3. وما تنساوش شفنا من قبل كيفاش كنحسبوا الضرب. الى عندنا مثلا ا على بي في سي على دي اش كتساوي؟ البسط في البسط، ا في سي على المقام في المقام، بي في دي. يعني هنا نقدر نكتب بحال هكذا، ندير كاس واحد وندير هنايا في وهنايا في وهنايا داك بين قوسين مزيان. اذا وهاد ناقص هادي هاد الناقص اللي كتشوفوها هنايا، يعني عندي الحق نطلعها لهنايا ياك. يعني ضربت هاد الناقص هادي نديرها هنايا، ماشي مشكل، بحال بحال. اذا دابا كنختزل، شوفوا معايا اش كيبقى هنايا. تساوي هاد 6 كتمشي مع هاد 6، هاد 11 كتمشي مع هاد 11. لاحظوا معايا هنايا 11 وهنايا ناقص 11. اذا نقدر نكتب بحال هكذا، نكتب هي 6 مضروبه في 11 في 6 على هاد ناقص 11 هي ناقص 1 في 11 مضروبه في 6 مضروبه في 3. دابا تمشي لي هاد 6 مع 6 نقابل مغاير، هاد 6 كتمشي مع 6 و11 كتمشي مع 11. شنو كيبقى لي تما؟ كتبقى 6 على 3 تساوي 6 على 3، وهاد 6 حتى هي راه كتساوي هي 3 في 2 على 3، وكتمشي لي 3 مع 3 اش كتبقى؟ 2. اذا هاد العمليه هذه كتساوي 2 مزيان. نشوف العمليه الثانيه، عندي ناقص 5 في 1 على 25 موان 5 فوا 1 سيغ 25 ايكال. كما شفنا من قبل هاد ناقص 5 ما عندهاش المقام، اذا نقدر ندير المقام، يعني نقدر نكتبها هي ناقص 5 على 1. كما شفنا اي عدد اللي ما عندوش المقام يمكن نكتبو على شكل عدد كسري، مثلا 2 ما عندوش مقام هو 2 على 1، ناقص 5 ما عندوش مقام هو ناقص 5 على 1 مزيان. اذا هي ناقص 5 في على 1 مضروبه في 1 على هاد 25 كتبها هي 5 في 5. انا حافظ وبطل لكن في 5 على 5، وهنا نطبق القاعده البسط في البسط والمقام في المقام. اذا نكتب هي موان 5 فوا 1 ملتبليي بار 1 سيو 1 ملتبليي بار 5 ملتبليي بار 5. ودابا كنختزل، كتمشي هاد الخمسة مع الخمسة كتبقى لها ناقص، هنا ناقص حطو البال كتبقى لها ناقص. اذا كتساوي شنو بقى لي الفوق؟ بقات لي ناقص 1 على شنو بقات لي هنايا؟ 1 في 5 هي 5،
يعني تساوي ناقص 1/5. شوفوا الثالثة، 2/21 فوا 3 إيكال. إذا دائما قلنا كنشوف 21 وكنشوف 3، إذا شنو خصني نسوق 7 فوا 3 كنشوف 21 و 3، ديما خصني نتذكر أن العلاقة بيناتهم هو أن 21 مضاعف ديال 3، يعني 21 كتساوي 7 في 3، يعني نكتب بحال هكذا 2. في الأول ندير ديك البسط في البسط والمقام في المقام، يعني 2 في 3 على 21 في 8 تساوي، هاد 2 في 3 خليها كما هي، 2 في 3 على 21 هي 7 في 3 في 8 في 8 هي 4 في 2، 4 في 2. دابا كنختزل، كتمشي 3 مع 3 وكتمشي 2 مع 2، شنو بقى ليا الفوق؟ بزاف لا كتبو زيرو، هذا خطأ ماشي صيرو، الفوق منين يبقى لي والو، منين يبقى لي الفوق والو كنكتب 1، عندكم ديرو صفر، شنو بقى ليا لتحت؟ 7 في 4 اللي هي 1/28. نشوف العملية هذه، ناقص 7 على 94 مضروبة في ناقص 94 على 7 اللي تساوي كم؟ ناقص 7 مضروبة في ناقص 94 على 94 مضروبة في 7. إذا هنا لاحظوا معايا مزيان، لاحظوا معايا هاد ناقص في ناقص كتولي هي زائد كتمشي، ياك اللي كتساوي هي 7 في 94 على 94 في 7. اش كتلاحظوا؟ 94 كتمشي مع 94 و7 كتمشي مع 7، اش كيبقى لي هنايا؟ اذا البسط كيساوي المقام، اذا الخارج شنو غادي يكون؟ 1. التلاميذ ديال الثالثة راه مباشرة كيشوفوا قبل ما يدوزوا لهاد المرحلة هادي، هنا كيختزل 94 كتمشي مع 94 كتبقى لي ناقص، و7 كتمشي مع 7 وكتبقى له ناقص ناقص هي 1. نشوفوا العملية هادي، إذا هنا عندي عدد كسري وعدد كسري وهنا ما عنديش كسر، إذا كنحاول ندير الكسر هنايا وغادي تجي هي 1/8 في ناقص 3/8 في ناقص 8/1، وهاد ناقص عندي الحق نكتبها هنايا بحال بحال. اذا ماذا تساوي؟ ندير الباط في الباط والمقام في المقام، يعني الباط شنو عندي فيه؟ 1 في ناقص 3 في، ولا نخليها هنا باش ما تدوخنيش، في ناقص 8 على 8 في 8 في 1 تساوي، لاحظ معايا هاد 8 هادي غتمشي مع هادي غتبقى لي ناقص 1، إذا شنو بقى لي الفوق؟ شنو بقى لي الفوق؟ بقات لي ناقص 3 في ناقص 1 اللي هي 3، شنو بقى لي لتحت؟ 8 في 1 اللي هي 8. نشوفوا العملية الأخرى، ناقص 373 على 15 في 0 في ناقص 596 76 على 2 كم تساوي؟ كاين اللي يفكر يقول أرى نفكك هذه أو نفكك هذه أو نكتب البسط في البسط والمقام في المقام، هذاك الشيء كله ما ينفعش، كتعرف لأن عندي أي عدد كما كان، عدد كما كان فيه صفر يساوي صفر، كما كان هذا العدد
سالب موجب عدد كسر كما كان عدد في صفر كل شيء كيساوي صفر. اذا عندي مثلا بزاف الاعداد مثلا ا في بي في سي في دي في صفر هذه كلها كتساوي صفر مفهوم. اذا هنايا عندي هذا العدد في صفر في هذا العدد اذا يساوي مباشره صفر. اذا حتى هنا في ثاني التمرين وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان والسلام عليكم.